Hey beautiful people, hey babies, a new vlog, good morning, كل شيء. أنا حاليا قدام الكلية، زين؟ ليش؟ رايحة أختبر آخر اختبارين لي هذه السنة، آخر final guys. I'm so happy حرفيا. يعني اليوم تبدأ إجازتي. باركولي guys. الحين الساعة 8:15، 8:30 عندي اختبار. بلس 12:30 الظهر عندي اختبار. فالحين بروح اختبر الاختبار الاول، وبعدها اي ثينك انا راح اروح افطر برا وزي كذا، ابغى احلل الاجازه من اول يوم. اي دونت كير، عشان يعني بفطر برا واذاكر حق الاختبار اللي بعده اللي هو الظهر، لان هذا سهل، اتوقع اني اخلصه بساعه يمكن واطلع على طول. فيبقى لي 3 ساعات ما ادري ايش اسوي فيهم، بروح افطر برا. I'm so excited مره من جد، انه finally من جد. مع ان هذا السمستر ما كان مره متعب اذا تبون الصدق، لان ما يمكن لانه بالشتاء كان، ما ادري، بس هذا السمستر ما كان مره متعب الا رمضان كان مره متعب. سنة ما ادري ابغى اخلص خلاص، السنه كانت مره طويله صار فيها كل شيء. بس والله خلص كلامي، يعني الحين راح انزل واختبر، اشوفكم بعد ما اخلص مكياج اليوم. يعني ما يعني من كثر ما انه عاجبني ما ابغى امسح يومين قدام، يعني ما ادري وش احس فيه، بس انه مره عاجبني. تو ماتش، ذير از نو تايم، حرفيا باقي 10 دقائق لازم اروح. باي جايز، سي يو بعد ساعه. So guys، فطرت، تقهويت، خلصت، بس ستيل باقي لي ساعتين على الاختبار الثاني. الوقت مو قاعد يمشي. اي هيتت، شفتوا القهوه؟ يعني ان شاء الله انكم شفتوا القهوه، شفتوا الخواء، اقصد القهوه. لايك او ماي جاد، اليوم بالليل عندنا زي الجاذرينج شيء زي كذا. صديقتي ارسلت لي، انا ما كنت ادري وش السالفه، فارسلت لي انه في زي تجمع حق اللي يبي يحضر بالسينما حق بنات الجامعه، بما ان اليوم خلاص اتوقع اليوم اخر ناس يعني تختبر، واخر يوم دوام بالجامعه. مسوي زي تجمع بالسينما، حاجزين لنا قاعه شيء زي كذا، فراح اروح بالليل انا وصديقتي وبعض من الزملاء والاصدقاء. اند وي ويل سي، ان شاء الله يكون مره فن، مره متحمسه، اول مره كليتنا نسوي شيء كذا مره حلو فني وزي كذا. يعني راح اخلص الاختبار وارجع البيت تقريبا جت الساعه 2 شوي، وبعدها اجهز وعلى طول راح اطلع اروح السينما اللي هي الساعه 6، الساعه 6:30 الفيلم، فبروح هناك 6 عشان نشوف شو الاوضاع زي كذا. فهذا جدول اليوم. قلت اقول لكم من الحين بما انه ما عندي اي شيء اسوي في الحياه غير اني اتكلم، سوي سكيب امانه لهذا، ترى انا بسوبر سوبرمان جيمس، يعني من سنه جدي، يعني سووا نفسكم مجانين، سووا نفسكم ان سيارتي مرسيدس، زين؟ انها حقت بابا. I don't have money to buy a new car. عز مره صرنا اصدقاء، فبقول لكم اشوفكم لما اختبر او اخلص اختبار، لان اذا قاعد اسولف ما راح اسكت الله يعينكم. One hour later. اجزت اخيرا، طلعت من اخر اختبار هذه السنه، باي باي جامعه لمده حول 4 شهور. انا ما اداوم. ياس ياس، مره مبسوطه اخيرا اجازه. So guys، جهزت المرة الثانية اليوم. ما صورت صراحة، ما صورت لكم، بس اني يعني غيرت لبسي، غيرت الشنطة لانها مرة كبيرة وما لها داعي، والحين راح اروح السينما. السؤال حق الفيلم ولا وش؟ امشي رحله فبدأوا يدخلون.
ناقص من الفيلم في شو راكم خير؟ وارفض كل اللي عرفني. تأكد يا حبيبي. وأنت خبرة؟ آه أنا خبرة. ماشي. الراجل وراه ده مضمون يا جدعان. إيه الجملة دي؟ بس كده كمان. Hey guys, I'm back. مرة تعبانة في النوم، حرفياً عيوني قاعد دمع، بس قلت أقول لكم عن اليوم زي كذا. اليوم كان مرة حلو. حرفياً كل بنات الكلية كانوا هناك. Like حسيت يعني. المجمع كله احنا، بس كان مره حلو يعني انه فعاليه حقت اول يوم اجازه. خلاص اجست، بكره اول يوم اجازه يعتبر عندي 4 شهور. اسفه حق كل اللي يدرس حاليا، لا حد يحسدني. anyway good night. مشكله قاعده اشرب قهوه واقول oh my god في النوم. bye good night.